الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نقرأ في المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. انتهينا إلى سورة الإخلاص. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، انسك لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. وكذا رواه الترمذي وابن جرير. زاد ابن جرير والترمذي قال: زاد ابن جرير والترمذي قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لانه ليس شيء يولد الا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث. وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. ورواه ابن أبي حاتم والترمذي فذكره مرسلا. ثم قال الترمذي: وهذا أصح. الحمد لله. وبعد، ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه السورة العظيمة سيطيل في المقدمات، يعني هو لن يبدأ في التفسير إلا بعد صفحة ونصف، فيطيل في مقدمات هذه السورة. وهذا الحديث الذي بدأ به مروي عند جماعة من أهل العلم مختصرا ومطولا، وأنتم ترون أنه من كلام الصحابي الجليل أبي بن كعب. الزيادة التي زادها ابن جرير والترمذي في الرواية ليست من كلام أبي بن كعب، وإنما من تفسير أحد الرواة الذين نقلوا الحديث عن أبي بن كعب. ففسر الصمد في هذه الرواية بالآية التي بعده، بالآية التي بعد الآية التي فيها ذكر اسم الصمد، فقال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد. سيأتي هذا في التفسير، نحن ما زلنا في المقدمات. فقال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ثم قال: لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت. لم يلد، ابن جرير رحمه الله تعالى قال يعني ليس بفان. وهذا يسميه أهل العلم التفسير باللازم. وهنا في هذه الرواية يقول: لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث. الله عز وجل لا يموت ولا يورث. ثم قال: ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن له شبيه ولا عدل، ليس كمثله شيء. قلنا تفسير سيأتي، تفسير هذه الآيات الأربع سيأتي، وانت طبعا واخد بالك ان سورة الإخلاص أربعة آيات، آيتان فيهما إثبات
وآيتان فيهما نفي. قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد. فالأربع آيات أقسوما بين الإثبات والنفي. ماذا أثبتت السورة وماذا نفت؟ سيأتي في التفسير إن شاء الله تعالى. تفضل. حديث آخر في فضيلة، روى البخاري عن عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حج عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم به قل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. هكذا رواه في كتاب التوحيد، وقد رواه مسلم والنسائي وأيضا. طيب، شايف أنت ابن كثير يقول حديث آخر في فضلها، ويروي من ينقل حديثا من صحيح البخاري، ترويه عائشة، ترويه عمرها بنت عبد الرحمن، عمرها بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها. عمرها بنت عبد الرحمن تابعية، جدها سعد ابن زرارة، أخو الصحابي المشهور أسعد بن زرارة اللي كان نقيب من النقباء في بيعة العقبة. يقول وكانت في حجر أو حجر عائشة رضي الله عنها. عمرو وإخوتها لما مات أبوهم ضمتهم عائشة رضي الله عنها إليها وكانت تربيهم. وعمرو بنت عبد الرحمن واسعة العلم، من أعلم التابعيات، أخذت علما كثيرا عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك عن أمهات المؤمنين. يقول المترجمون لها، يقولون في وصفها وكانت ذكية الفؤاد لماحة، فحملت عن عائشة علما كثيرا. أنا لماذا أذكر مثل هذه الأشياء؟ حتى ترى إن فتيات ونساء كان لهن قدم صدق في الأمة، ولسنا بصحابيات، ولسنا بزوجات صحابة، وكان لهن قدم صدق في الأمة في العلم وحفظه وتبليغه. حديثها منتشر في كتب السنة رضي الله عنها. طيب، هذا الحديث في فضل قل هو الله أحد، هذا الصحابي أمير السرية، أمير السرية يصلي بمن معه من الجنود، يصلي بهم إماما، فيقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يقرأ قل هو الله أحد، ثم يركع، وفي الركعات التي بعدها يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم قل هو الله أحد، ثم وهكذا في كل ركعة، في كل ركعة من الصلوات الجهرية يسمعونه يقرأ بهذه الطريقة الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يختم قل هو الله أحد ويركع. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سألوه ما لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال الصحابي لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، يحبه بحبه لقراءة هذه السورة. لكنه، لاحظوا إخواني الكرام، هذا الرجل الصحابي تفاعل مع القرآن، فهمه وعرف أن هذه السورة صفة الرحمن عز وجل فأحبها لذلك، وكان لا يترك ركعة إلا يقرأ فيها
هذه السورة في آخر قراءته. يبقى من فضائل هذا السورة أن الله عز وجل يحب من أحبها، يحب من أحبها. تفضل. حديث آخر، روى البخاري في الصلاة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يقوم في مسجد قباء، فكان كلما فتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح يقول هو الله أحد حتى يفرغ منه، ثم كان يقرأ سورة أخرى معه، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقال: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بالأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أقومكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من كفرهم وكرهوا أن يقومهم غيرهم. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. هذا رواه البخاري تعليقا مجزوما به. وهذا أيضا فضل آخر من فضائله، أن حبك لسورة الإخلاص يوجب لك دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. هذا الصحابي أيضا فعله أشبه فعل أمير السرية، لكن هو كان بعدما يقرأ الفاتحة يقرأ بعدها مباشرة قل هو الله أحد ثم ما تيسر من القرآن، هكذا في كل ركعة الفاتحة ثم قل هو الله أحد ثم ما يتيسر من القرآن. فلما سئل عن ذلك قال: إن أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. وكما نقول دائما هذا من تفاعل الصحابة رضي الله عنهم مع القرآن، يفهمونه ويتدبرونه فيتذكرون ويتأثرون به فيتعاملون معه على النحو الذي سمعتم من حبهم له. تفضل. حديث في كونها تعليم القرآن. قال البخاري عن ابي سعيد ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها، فلما اصبح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده انها لتعبيد القران. ورواه ابو داود والنسائي. طيب، هذا شخص في الليل يقرأ قل هو الله أحد ويرددها، إما في الصلاة أو خارج الصلاة يقرأها ويرددها، يقرأها ويرددها. له جار سمعه، فلما الجار أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يتقال هذه السورة، يعني يقول ليلة كاملة بس بيردد هذه السورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعديل ثلث القرآن. تفضل. حديث آخر، روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليه، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. تفرد بإخراجه البخاري. طيب، الأحاديث في أن قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن كثيرة، لكن نسأل مع بعض كذا بعض الأسئلة. سورة قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، طيب تعديل ثلث القرآن آيات القرآن 6236 آية حسب العد في روايتنا هذه، فهل هي تعدل ثلث القرآن يعني عدد آياتها 2000 وشوية؟ لا. طيب، يبقى دي مش معانا، يبقى الاحتمال ده مش معانا.
احتمال أنها تعديل ثلث القرآن في عدد الآيات مش معانا. طيب القرآن 114 سورة، تعديل ثلث القرآن من حيث عدد السور يبقى الاحتمال ده كمان مش معانا. طيب من حيث عدد الأحرف، تعدل ثلث القرآن من حيث عدد الأحرف يبقى الاحتمال ده كمان مش معانا. طيب تعدل ثلث القرآن من حيث الإجزاء، يعني ايه اللي قال ايوه يعني ايه؟ طيب ما معنى الإجزاء؟ لا لا، الجزاء غير الإجزاء، الجزاء غير الإجزاء. احنا نشوف كل احتمالات، احنا جينا احتمال الجزاء هيجينا. هل هي تعديل ثلث القرآن من حيث الإجزاء؟ يعني مثلا 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 لو واحد قال نظرت أن أقوم ليلة بثلث القرآن، هل إذا قام بقوله الله أحد يجزئه يكفيه؟ لا لا يكفيه، لا يجزئه إلا 10 أجزاء، فمش من حيث الإجزاء، ليس من حيث الإجزاء. طيب أفهمك يعني إجزاء أو مع بعض كده نفهم يعني إجزاء؟ الآن مثلا في بعض الأذكار من قال كذا وكذا فكأنما اعتق رقبة، فكأنما اعتق رقبة، شخص عليه كفارة يمين وعليه عتق رقبة، فهل إذا قال هذا الذكر أجزأه عن كفارة يمين أجزأه عن عتق الرقبة؟ تمام، واضح الآن؟ واحد بيجلس في المسجد حتى شروق الشمس ويصلي الركعتين ورد انه له اجر حج وعمره، هو لم يحج حجه الاسلام وعنده قدره على الحج، هل قعدته دي تجزئه عن حجه؟ فهمت يعني اجزاء؟ فهل قل والله احد تعديل ثلث القران في الاجزاء يعني هي تجزئه عن 10 أجزاء؟ إذا وجب عليك 10 أجزاء فهي تجزئ مكانها. طب 10 أجزاء تجب عليك في إيه؟ فيما لو نظرت مثلا، فيما لو استأجرك أحد مثلا، أو أنت قلت لشخص أنا أتقرب إلى الله بقراءة 10 أجزاء وأهب ثوابها لميتك مثلا عند من قال بجواز ذلك، فليجزئ مكان 10 أجزاء سورة قل والله أحد؟ وصلنا فكرة الإجزاء. طيب نعيد تاني، هل هي تعديل ثلث القرآن في عدد الآيات؟ طيب تعديل ثلث القرآن في عدد الأحرف، في عدد السور، في الإجزاء؟ لا، كل الاحتمالات دي مش معانا. طب معلش حضرتك ما تقدرش ولا مثال بالإجزاء، طب الإجزاء إمتى يصبر؟ كده كل امثله حضرتك ضربتها الاجزاء مش نافع فيها، مثال الاجزاء يصلح عشان نفهم مساله مصطلح الاجزاء. لا يجزيك الا اللي وجب عليك، يعني وجب عليك الحج لا يجزيك عنه شيء، لابد تحج، وجب عليك كفاره صيام لا يجزئك الا ان تاتي بالكفاره، خدت بالك؟ لا يجزئك الا ما وجب عليك. طيب اتفضل. يجزئ ايه؟ ايه؟ هو اخر حديث، اخر حديث يقول يعجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن. طيب احنا لما نيجي نتكلم في مسألة ما بناخدش الحكم من حديث واحد، فألفاظ الأحاديث كلها بتجتمع على معنى واحد إنها تعدل ثلث القرآن، مسألة التعديل دي وردت واضحة خالص. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول هي ثلث القرآن،
يعني هي تعادل ثلث القرآن. واضح الآن؟ طيب هو ما فيش إشكال في 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 اللفظ أنها تعادل ثلث القرآن، لكن يبقى البحث عن المعنى، معنى ذلك إيه؟ احتمالك. طيب طب هي تعادل ثلث القرآن من حيث المعاني، يعني هل القرآن ثلاثة أجزاء من حيث المعاني بصرف النظر كل جزء قدين؟ يعني أنت مثلا ممكن يكون عندك حاجة تقسمها ثلاث كمان، كوم 10% وكوم 50% وكوم 40%، اسمها ثلاث أجزاء بصرف النظر هي متساوية ولا لا. ماشي، فعليها تعديل جزءا من أجزاء القرآن الثلاثة من حيث المعاني. هنشوف. طيب بعض أهل العلم قال كده، طب اللي خلاهم يقولوا كده؟ خلي بالك العلماء نسأل الله أن يرحم أمواتهم وأن يحفظ أحياهم، مفيش عالم من علماء الأمة الراسخين يتكلم من هواه. اللي خلاهم يقولوا إنها تعدل ثلث القرآن يعني من حيث المعاني، إذا جزئ القرآن إلى ثلاثة موضوعات، الآيات كلها تتجزأ إلى ثلاثة موضوعات فهي تساوي موضوع من الموضوعات إيه؟ الثلاثة. إيه اللي خلاهم يقولوا كده؟ قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا نعم، أصحاب مشاغل، تجارة، راعي، كل يلزم نفسه يوميا أن يقرأ 10 أجزاء ممكن ما تضبطش مع كثيرين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء. جزاء القرآن 3 أجزاء، فقل هو الله أحد ثلث القرآن، يعني أحد هذه الأجزاء 3. العلماء تأملوا أجزاء القرآن 3 فوجدوا أن أجزاء القرآن ترجع إلى 3 أشياء: توحيد يتعلق بالله عز وجل، وتشريع يتعلق بالأحكام، وقصص وأخبار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ركعت ركعتين؟ طيب ركع ركعتين. يبقى اللي دفع طائفة من أهل العلم إن تقول إن هي تساوي ثلث القرآن من حيث الموضوعات هذا الحديث. واضح الآن؟ طيب لأنها تتحدث عن إيه؟ عن التوحيد. طائفة من أهل العلم قالت: طيب احنا عندنا مثلا آخر الحشر، شوف في آخر الحشر كم اسم لله عز وجل، يعني احنا في سورة الإخلاص ما عندناش إلا اسمين بس، اسم الله، الله والصمد، لكن شوف آخر سورة الحشر. طائفة من العلم قالت كده، وشوف آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله، وشوف الفاتحة أعظم سورة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام الفاتحة أعظم من الإخلاص، الفاتحة أعظم من البقرة. واضح الإشكال؟ يبقى اللي يقرأ الفاتحة يكون قرأ ثلث القرآن أو أكثر، نقدر نقول كده؟ ما نقدرش، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي أعظم آية.
فهذا دعا بعض أهل العلم أو كثير منهم يقول إنها تعديل ثلث القرآن في الثواب. إنه اللي قبل في المعاني، اللي قبل ما كنا نتكلم في المعاني يا دكتور، احنا قلنا تكلمنا في المعاني، وبتعديل ثلث القرآن في المعاني وعرفنا دليله، وتعديل ثلث القرآن في الثواب والأحاديث ظاهرها هكذا. طيب الوضع ده حصل عن برضو إشكال، حصل إشكال، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فالحرف في سورة الإخلاص 10 حسنات، والحرف في سورة الفتاة 10 حسنات. فلو قلنا أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب، يبقى اللي قرأها 3 مرات يأخذ أجر ختمة كاملة، والتاني اللي قاعد قرأ ختمة، أنت خدت بالك؟ طيب بعض أهل العلم، طبعا كلام طويل، يعني أنا اللي بيوقفني أكمل ولا ما أكملش، أكمل دي اللي بيوقفني، أنا كلام طويل. بعض أهل العلم قال ما فيش إشكال، أنت بتقول حرف 10 حسنات، برضو الحرف هنا 10 حسنات، والحرف في قل هو الله أحد 10 حسنات، لكن في حسنة وحسنة، زي ما في السيئات في صغائر وكبائر، وفي كبائر وفي أكبر الكبائر، كذلك الحسنات أحجام مقادير متفاوتة. فال10 حسنات في الحرف الواحد من سورة الإخلاص، الحسنة منه كبيرة، هي حسنة في العدد، لكن من حيث المقدار تضاهي عدد ضخم من الحسنات. وهذا تمثله مثلا باللآلئ، في لآلئ صغيرة ولآلئ إيه؟ كبيرة. واحد مع 10 لآلئ، ممكن واحد مع لؤلؤة واحدة تفوق 10 من هذا العدد. وكأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يميل إلى هذا الحرف 10، لكن دل الحديث على أن الحرف هنا 10 بتوعه يقوم عدد كبير من هناك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله عز وجل لما جعل آية الكرسي أعظم آية، وجعل سورة الفاتحة أعظم سورة، جعل قل هو الله أحد تعدلوا ثلث القرآن، فضل الله واسع. ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهو حافظ المغرب متوفى 463، يعني من نحو 1000 سنة، إمام كبير من أئمة المسلمين، قال نحن نؤمن بهذه الأحاديث ونقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفهم من هذه الأحاديث أن لها فضل عظيم، وهذا الفضل عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثلث القرآن. لكن ما ندخلش في مقارنات، لو قلتها 3 مرات وبالثواب قدين، طب لو ما قلتهاش طب توزي الثلث. قال الشرع لم يأتنا بهذا، قال ولذلك نقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتوقف، قال وهذا أسلم. تمام، يبقى نقول ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، لكن ما تدخلش في الشروح لم يدل عليها إيه؟ دليل. وهذا اختيار طائفة من أهل العلم، هذا اختيار طائفة من أهل العلم، حتى أن السيوطي رحمه الله عد هذا الحديث من المتشابهات. العلماء الذين رأوا بحث المسألة في النهاية اتجهوا اتجاهين،
أنها تعدل ثلث القرآن من حيث المعاني، وأنها في التوحيد. أرد على كلام من قال إن في سورة الحشر كم اسم لله، لكن هنا اسمين فقط. ردوا وقالوا الاسمين المذكورين في سورة الإخلاص، الإخلاص لم يكرر في القرآن في موضع آخر، فلم يأتي في القرآن كله الصمد إلا هنا، ولم يأتي في القرآن كله الأحد إلا هنا. اختبالا. ثم إذا اتضح لك تفسيرها اللي هنذكره الآن، سيتضح لك ليه هم قالوا تجزئ أو تعدل ثلث التوحيد من حيث المعاني. عندما تقف على التفسير سيتضح لك لماذا هم قالوا ذلك. الاتجاه الثاني أنها تعدل ثلث القرآن من حيث الحسنات، هذا في الجزاء، لكن ليس من حيث الإجزاء، فقراءتها لا تجزئ عن ثلث القرآن، وقراءتها مرتين لا تجزئ عن ثلثيه، وقراءتها ثلاثة مرات لا تجزئ عن ختمة، وإنما تأخذ ثوابا كبيرا عبر عنه صلى بأنه ثواب ثلث القرآن. وفضل الله واسع، والله عز وجل يتفضل على عباده بما شاء. دل الاتجاه. الاتجاه الثالث نحن نقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دون دخول في مقارنات ولا شروح، وهذا الاتجاه اختاره السيوطي رحمه الله تعالى. قبل أن نترك هذه النقطة وقد أطلنا فيها، في إشكال؟ طيب فضل. حديث آخر في قول القرآن لا توجب الجنة، روى الإمام مالك بن أنس عن عبيد بن حنيف قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت، قلت وما وجدت؟ قال الجنة. وروى الترمذي والنسائي من حديث مالك، وقال الترمذي حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث مالك، وتقدم حديث حبك اياها ادخلك الجنه. يبقى من فضائلها ان قال الصحابي هي صفه الرحمن وانا احبها، فمن فضائلها ان الله عز وجل يحب من احبه، ومن فضائلها انها توجب لقارئها دخول الجنه، من فضائلها أنها تعدل ثلث القرآن. تفضل. حديث في تكرار قراءتها. روى عبد الله بن الإمام أحمد عن معاذ بن عبد الله بن أبيه عن أبيه قال أصابنا عطش وطمع. حسنا. طبعا أصابنا عطش بخطأ مطبعي، هذا خطأ مطبعي. الحديث أصابنا طش وظلمة. ايه هو الطش؟ الطش المطر الخفيف، ليلة ظلمة فيها مطر خفيف، وكانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم إماما. تفضل. صلحتوها في الكتاب، أصابنا طش وليس عطش. والطش المطر الخفيف، أو قل المطر الضعيف. ماشي فضل. قال أصابنا عطش وظلم، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فخرج فأخذ بيدي فقال قل، فسكت. قال فسكت، أنا اللي سكت، وقال لي قل فسكت، أنا مش عارف أقول إيه، فسكت، فلم يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. قال قل، فسكت. فقال قل، قلت ما أقول؟ قال قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثة، تكفيك كل يوم مرتين. طيب، قل هو الله أحد والمعوذتين، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح، يعني فذكر الصباح وذكر المساء ثلاثا، تكفيك كل يوم نقطة. طيب كل يوم، ماشي، يعني تكفيك من الشرور والمصائب، هذا من فضائلها. كلمة مرتين والله أعلم يعني قالها صلى الله عليه وسلم مرتين، تكفيك كل يوم، تكفيك كل يوم.
يعني كرر صلى الله عليه وسلم هذه الجملة إيه؟ مرتين، والله أعلم. تفضل. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح غريب، وقد رواه النسائي من طريق أخرى ولفظه تكفيك كل شيء. حديثنا هذا من فضائلها. لاحظ ابن كثير رحمه الله ينقل أحاديث كثيرة في فضائل هذه السورة. تفضل. روى النسائي عند تفسيرها عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل يصلي يده يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه أعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقد أخرجه بقية أصحاب السنن، وقال الترمذي حسن غريب. طيب، الفضل هنا إن الدعاء بها مستجاب، الدعاء بالأسماء اللي ورد فيها إيه؟ سبب في الاستجابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم، وقال: أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، عن اختلاف الروايات، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى اسم الله الأعظم موجود هنا في الدعاء ده احتمالك. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم. الحديث قال أيضا: لقد سأل الله باسمه الأعظم. فالسؤال: ما اسم الله الأعظم؟ جماهير أهل العلم أكثرهم على أن اسم الله الأعظم هو إيه؟ هو اسم الجلالة الله. يبقى أكثر أهل العلم على أن اسم الله الأعظم اسم الجلالة الله، تمام؟ لمثل هذا الحديث ونحوه. طب في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. إيه الفرق بين الجملتين؟ إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، إيه الفرق بين الجملتين؟ الدعاء لرفع دور السؤال لجلب نعمة مثلا. إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ها، إيه الفرق بين الجملتين؟ السؤال طلب حاجة، المسألة لكل الدعاء. سئل به أعطى، دعي به أجاب. أنت حاسس إن المعنى واحد؟ أنت كنت تسمعها قبل كده حاسس المعنى واحد؟ خدت بالك؟ صح؟ ايه اللي لخبطك دلوقتي؟ طيب شوف، العلماء يقولون السؤال، مين يقول السؤال يقابله الاعطاء؟ السؤال يقابله الاعطاء في الجمله اللي معانا، سؤال اعطى، والدعاء يقابله الاجابه. احتمالك انت ماشي واحد قبلك في الشارع بيعمل كده من غير ما تكلم ولا كلمة، أو تكلم فأنت اديته، دي دعي أجاب ولا سئل فأعطى؟ سئل فأعطى. أنت قاعد في البيت واحد بينادى عليك: حج فلان. أيوة، دعاك فإيه؟ فأجبته. طيب، الله عز وجل لا يسأل فيعطي، ويدعى يا رب يا رب فيجيب لبيك عبدي لبيك عبدي. ايه المعنى الاعظم؟ ايه المعنى الاكبر؟
ايه المعنى الافخم؟ ايه المعنى الاكبر؟ هل معنى سئل فاعطى ولا دعي فاجاب؟ ها؟ طيب نقدم وبعدين نشوف نقول في معنى الافخم. ماشي؟ طبعا في ناس وقت الاذان والمؤذن بيأذن قرأوا قل هو الله احد في انفسهم مره ومرتين وثلاثه تحصينا للاجر. تحصينا لايه؟ للاجر. طيب نيجي الان للسؤال. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. إذا سئل به أعطى عرفنا السؤال يقابله الإعطاء كما قال العلماء، والدعاء يقابله الإجابة، وعرفنا الفرق. طبعا لازم تاخد بالك إن هذا المعنى أحيانا يستخدم بهذا المعنى، يعني الدعاء والإجابة يستخدم أحيانا بمعنى السؤال والإعطاء. واضح الآن؟ تنبه معايا؟ لكن لما يذكر الاثنين في جملة واحدة بيكون له معنى ودي له معنى. لكن لو في جملة واحدة قلت إن الله عز وجل يجيب من دعاه، يعني يعطي من سأله. واضح الآن ولا واضح الفكرة ولا في إشكال؟ لكن إحنا السؤال لأنهم جايين مع بعض في حديث واحد، فبيكون كل جملة لها إيه؟ بيكون بينهم فرق. فالفروق التي ذكرها العلماء، قالوا إن السؤال يقابله الإعطاء والدعاء يقابله الإجابة كما مثلنا. وبناء عليه تكلموا في نقطة أي المعنيين أعظم. قال العلماء إجابة الدعاء تدل على وجاهة الداعي عند المجيب. إجابة الدعاء في المعنى اللي ذكرناه اللي بيقابل السؤال والإعطاء تدل على وجاهة الداعي عند المجيب. تدل على وجاهة الداعي عند المجيب. أنت أحيانا في البيت كم يحدث مننا كلنا، خد بالك، حد عاوزك تحت، العيال في البيت يقولوا لك ده واحد عاوزك تحت، انزل يا ابني شوف مين، يطلعوا لك فلان، قل له مش فاضي خليه يقابلني في الصلاة. خدت بالك؟ واضح مش واضح؟ أحيانا أقول لك فلان تلاقي نفسك طالع جري ونازل بنفسك، بس ولا لا؟ طب ليه؟ لأن الشخص ده له وجاهة عندك، سواء كانت وجاهة دينية أو دنيوية أو صداقة أو قرابة. المهم ما ينفعش إن أنت تقول للولد إيه؟ حتى ما ينفعش يقول له روح قول له نزل اهو، لا ده انت بتطلع جري. طيب في المعنى ده بيقول ايه بقى؟ إجابة الدعاء تدل على وجاهة الداعي عند المجيب، انه عنده قدر، له عنده ايه؟ قدر. فيتضمن، قال العلماء، فيتضمن قضاء الحاجة بخلاف الإعطاء. يعني الشخص اللي انت بتنزله تجري ده لو سألك هتعطيه ولا لا؟ هتعطيه نص ثلاث ارباع زي ما يقول، خدت بالك؟ فإجابة الداعي لوجاهته عند المدعو تقتضي الإعطاء وزيادة، بخلاف الإعطاء. أنت قد تعطي شخص لا تعرفه أصلا وليس له عندك وجاهة، بل قد يكون قدره عندك ضعيف، بس أنت تعطيه إشفاقا عليه أو تخلصا من شره، أو خدت بالك؟ عشان كده خلي بالك، تعطي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه من العناية والفهم، من العناية والفهم. والعلماء رحمهم الله يعني لم يتركونا في ظلمة، بل بحثوا لنا كل شيء. حتى يبقى فقط أنك تقف على كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. دي فضيلة ودي فضيلة، الفضيلتين دول موجودين في هذا الدعاء.
خدت بالك؟ يسأل فيعطي سبحانه، يدعى فيجيب لبيك يا عبدي كما ذكر العلماء. طيب نخلص المقدمات ونقف على التفسير ونقرأ شيء من الكتاب الآخر، باقي حديث واحد عندنا في المقدمات. تفضل. يعني من فضلها أيضا، من فضل قل هو الله أحد مع المعوذتين، إن هي رقية يستجلب بها الشفاء ويدفع بها البلاء. طيب في أحاديث في ذلك؟ من هذا الحديث؟ تفضل. روى البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، وهكذا رواه أهل السنة. طيب الحديث في صحيح البخاري وغيره، لاحظ في هذه الرواية يقول جمع كفيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، كفيه الشريفين، ثم نفث فيهما وقرأ فيهما. ممكن حد يفهم من الرواية دي أن النفث قبل القراءة، أن النفث إيه؟ لأنه بيقول إيه؟ معاك الكتاب، ثم نفث فيهما وقرأ فيهما. لكن إحنا زي ما قلنا تأخذ المعنى من مجموع الروايات. في رواية أخرى في صحيح البخاري مفصلة مفسرة تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين. يبقى نفث فيهما وقرأ يعني ينفث بهما، يعني يقرأ وينفث، يقرأ وينفث، والنفث نفخ بدون ريق أو بريق خفيف. يبقى أنت تقرأ تمسح، تقرأ ثم تمسح ما استطعت من جسدك مبتدئا برأسك وجهك. إيه؟ إزاي؟ ما هو النفس هو الفكرة في القراءة إن بركة القرآن تباشر بدنه. طب هو لسه ما قرأش فبينفث قبل أن يقرأ، فالهواء اللي طالع لو كان حتى معاه ريق خفيف أو مفيش لم تباشره بعد القراءة، خدت بالك؟ ولذلك الآية الأخرى أو الرواية الأخرى تبين أن النفس يكون أثناء القراءة، نفث بهما، خدت بالك؟ العلماء يقولون أنت أويت على فراشك تنام على ظهرك وانت نايم بتقرأ ثلاث سور، تنفث في أثناء القراءة ثم تمسح مبتدئا برأسك وجهك، تمسح ما استطعت من جسدك، اللي تبلغه يديك بدون تكلف، يعني مش مطلوب انك تتقلب ولا تضم رجليك عشان توصل لآخر، خدت بالك؟ يعني لو كان دي يحدث لنقل، لو كان يحدث ايه لنقل. وقولها ما استطاع من جسده تبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلف. انا اسالك سؤال، انت تقدر تمسح جسدك كله ولا لا بيديك؟ تقدر، يعني ايديك دي ممكن توصل لاي نقطه في جسمك ولا لا؟ فلو كان يتكلف صلى الله عليه وسلم لمسح جسده كله، لكن لما قالت ما استطاع من جسده دلت على ان هيئته العاديه دون تكلف. فهمت ولا ما فهمت؟ واضح الان؟ واضح الفكره؟ طيب يبقى دي السنه. وروى الحديث عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين، يروي الحديث عنها عروه بن الزبير ابن اختها، ويروي عن عروة الزهري
ابن شهاب، ويروي عن الزهري يونس ابن يزيد. يونس تلميذ الزهري، الزهري تلميذ عروة، عروة تلميذ عائشة ابن أختها. يونس يقول بعدما روى الحديث، يقول كما في صحيح البخاري، قال يونس: كنت أرى ابن شهاب اللي هو أستاذه يصنع ذلك إذا أتى فراشه. وابن شهاب يروي هذه السنة وإيه ويطبقها. طب معلش معلش، كثير مننا سمع السنة دي من زمان، لكن هل فعلا، مش عاوز إجابة، خليها بينك وبين نفسك، هل فعلا كل من عرفها منا بيطبقها كل ليلة؟ تخد بالك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطبقها كل ليلة حتى في مرض موته، لما عجز عن أن يصنع ذلك بنفسه كان يأمر عائشة رضي الله عنها تصنع ذلك به رضي الله عنها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبينا محمد، على عبده ونبيه محمد. فالفكرة أنك لما تعلم سنة من السنن اجتهد، اجتهد في تطبيقها. أي سنة؟ والله عز وجل قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. فكلما ازددت له طاعة وازددت به اقتداء ازددت هداية. تفضل. نعم نعم. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المجالس القادمة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم منزل الكتاب مجل السحاب، هزم الأحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم اكسر شوكتهم، ازل دولتهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم ألق الرعب في قلوبهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنج عبادك المستضعفين في فلسطين، استر عوراتهم وأمن روعاتهم، أطعم جائعهم وأمن خائفهم، اكس عاريهم واحمل حافيهم، اشف مريضهم وتقبل شهداءهم. اللهم ارزقهم نصرا عزيزا وفرجا عاجلا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم الى الحق. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد.